بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامج الهدف. فوز مهم جدا لنادي الزمالك وللكابتن معتمد جمال، الفوز الثاني على التوالي في بطوله الدوري المصري الممتاز امام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين، بعد ما كان معتمد جمال ونادي الزمالك حقق فوز باداء اقل امام ابو سليم في بطوله افريقيا، سبق ده تاهل الى الدور النهائي والمباراه النهائيه في بطوله كاس مصر الموسم السابق بعد تعادل ايجابي. كان الاقرب في نادي الزمالك للفوز وحقق ده بركلات الجزاء الترجيحيه، ولكن على الورق كان قبليها بيراميدز هو صاحب الحظوظ الاوفر في الفوز في هذا اللقاء. حتى الان ثلاثه لقاءات اخرهم الفوز النهارده يحسب لرجل اسمه معتمد جمال، جه في ظروف صعبه جدا، ظروف شبه مستحيله من الدار للنار، قدر يعدي بالظروف الحاليه لنادي الزمالك وبنادي الزمالك الى بر الامان. حتى الان يبقى السؤال عند القطاع الاكبر من جمهور نادي الزمالك، في حاله استمرار معتمد جمال في تحقيق نغمه الانتصارات، هيكون هو اللي مكمل مع نادي الزمالك ومع فريق نادي الزمالك الاول لنهايه الموسم؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، التصريح الرسمي المنتظر من اداره نادي الزمالك الحاليه بقياده الكابتن حسين لبيب اللي بتصرح فيه بانهاء ازمه ايقاف القيد وصرف ودفع غرامه سبورتنج لشبونه. السؤال الثالث اللي محتاج اجابه، مين بديل احمد فتوح؟ لان جمهور الزمالك مش هيستحمل تفريط في نجوم، وان كان اغلب الجمهور متفق مع الاجراءات والعقوبات الانضباطيه اللي عاملها المجلس الحالي، بس بالتاكيد هو عايز يعرف مين البديل، هل هيكون في مدير فني اجنبي ولا لا؟ كل هذه الاسئله تستوجب توضيح وايضاح رسمي من المجلس الحالي. اللي كان اهم المميزات وواحد من اهم السمات المميزه ليه خلال الفتره الانتخابيه وخلال العمليه الانتخابيه هي الشفافيه والوضوح مع جمهور الزمالك، واحده كانت من الحاجات المحببه لقلوب وعقول الجمهور الزملكاوي ان هذا المجلس بقياده الكابتن حسين لبيب عنده قدر كبير من الشفافيه في جميع الملفات جميع الامور. بعد وعود انتخابيه بالتجديد لفتوح ثم عرض فتوح للبيع، بعد وعود انتخابيه بانهاء ازمه القيد فور الفوز في الانتخابات، وحتى الان لم يتم الاعلان الرسمي عن انهاء ازمه القيد، الخلاصه جمهور الزمالك محتاج خارطه طريق. كل جمهور الزمالك عارف ومقدر الظروف المستحيله، مش هقول لك الارض البور لا، لانه مفيش ارض اساسا المجلس الحالي بيشتغل عليها، فكل جمهور الزمالك مقدر جدا الظروف المستحيله الصعبه الكارثيه اللي المجلس ده شغال عليها، عشان كده هم نفسهم ان المجلس الحالي يسهل الدنيا على نفسه ويكون في ترتيب للاولويات، الاهم ثم المهم، وجمهور الزمالك ساعتها هيبقى في ظهرهم، بس بشريطه ايجاد خارطه طريق يكون فيها شكل من اشكال الوضوح والشفافيه لكل القضايا المعلقه والتحديات المهمه لدى الجمهور الزملكاوي.